السلام عليكم يا جماعه، مقطع جديد اليوم جايب لكم مقطع امونج اس، وشكرا لكم على الدعم في المقطع اللي راح، هي خرافي، شكرا لكم على الدعم. يا ليت ما تقصرون بالدعم هذا المقطع، لايك، واذا انتم مشترك في القناه اشترك وفعل زر التنبيهات. شكرا لكم على الدعم، الله يسعدكم جميعا واستمتعوا بالمقطع. واعتذر المقطع هذا ما في صوت لعبه للاسف، باذن الله بتستمتعون. يعطيكم العافيه وخليكم على المقطع. علي مسكين دائما الضحيه، يا ضحيه ينقتل بدايه الجيم. اول جيم شباب ماستر، اول جيم يا ساتر، لازم ادبل معه، لازم ادبل مع رايركس. في واحد على اليمين تحت، نعرف كل واحد وين مكانه. يا الزهري كب الزبالة، ما اقدر اتكلم. يقول رايركس الاخضر الفاتح اللي مع كان الازرق اخر شيء، الجثة بالالكتريك صح؟ انا خليه يتكلم، لا تقول شيء. عزو اصبر، اخضر الفاتح، انت وينك؟ انا كنت في الالكتريك قاعد اسوي مهمات، عندي 3 مهمات. من وين رحت؟ من وين طلعت بعد الالكتريك؟ طلعت شو اسمه عشان بروح الرياكتور، تو كنت بسوي ريبورت بعدين تسوي هذا. اول امبوستر اللي انت كتبه على دحوم. تعال شو الدليل؟ اصبر شو الدليل؟ لا تسوي كامل، خلو يتكلم. هلا ايوه سويت، وين كنت؟ احنا في ستوريج، في هذا السيب حق السكيورتي. سكيورتي على باب السكيورتي. سكيورتي انت كنت؟ من وين جاء باب السكيورتي؟ من مد بي. الو تسالوني، ما كان يمديني اتكلم. انا فوق على اليسار سكيورتي. اوكي اطالع الكاميرات لاني خلصت اسكن. انا قلت لكم فوق على اليسار، انا حتى سنايبر كان شايفني في النص. ثم ايه فوق اليسار يكمل يعني بالوبنز. تمام. لا 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 انا يسار. كنت بالكوميونيكيشنز. انا في البدايه كنت مع سنايبر، رحت من فوق الكافيتيريا معي بالستورج. كان سلم راي معي بالستورج. جماعه كنت هدفن، ما ادري وين الجث ولا ادري وين شيء. زبدني انا كنت جاي من الوبنز ولقيت دحوم ما ادري مين تحت. طيب شوف، مو ما كان جثه، لازم دبل كل. بنت ابو تاج، انا ما كنت احب بلاد من مين اللي كان عندي فوق اليمين. سويت وسلون، كنا نصل الاكسجين اللي فوق. باقي عزو، عزو انا والسنايبر كنا في الستريج. معاذ وين كنت؟ ترى معاذ هو السرس من الجيم اللي فات، ذبح لي الحين عشان سويته بلاد من. ليش كنت واقف؟ انا اللي مسويه، انا اللي مصلح اللي تحت. في الطار رايح من الالكتريك شفت ليجند يدخل الالكتريك ودخل معه الاخضر. اخضر مين؟ اي اس ال. مو انت حبيبي، مو انت. سلوم. يب ما دخلت. طيب انا شفتك تدخل الالكتريك مع ليجند قبل القتله هذه، قبل ما يصير الحادث اللي صار. لاني انا مشيت ورحت فوق، وصلت كافيتيريا. انا فوق يمين، وشلون انذبحت وكم تكتشفون. وسبحان الله ان انا دخل انا فوق على اليمين، دخل بالبنت، طلع من ميد باي وجانا. وشلون بوصل السرعة ذي اليمين مرة من الكافيتيريا؟ تقدر. وين كنت معاذ؟ كنت في الرياكتر؟ لا لا في الالكتريك معاذ. يا عيال ما راح يذبح يسوي سيلفي بول. وش المهمات اللي سويتها؟ سويت الالكتريك، في مهمة على اليسار اتوقع اسلاك شيء زي كذا. سلم يا شباب، انا اقول معاذ اخضر فاتح. اسمع كل واحد يقط على واحد، انا اقول سكيب. طيب وش انا ما شفت احد ولا اشك في احد وبسوي سكيب. شوف عيال، لو طلعنا الحين واحد دبل كل نخسر، لو طلعنا واحد غلط فلازم يعني ننتبه. والله انا بجي. سلوم 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 يا بجي سلوم. اللي ذبحها يا رايركس ما سلوم. سلوم كيف ذبحتها يا عمي؟ سلوم قدامك تستهبل دحوم. لو دبل كان دبل معي تستهبل على مخي انت. لو بذبح كان من قبل انا وياك لحالنا ما قاعد جنبك. بوستر يا عيال والله اني ايه سلوم بجيح مره انت. لا 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 صوت يا عيال صوت خلاص. يجي وش صوت؟ وش صوت؟
خلاص فزت. والله يسلم انه كان عندي كول داون والله العظيم. اقطع ام القهر كان عندي كول داون. عندي يا اخي اللي خلاني شفت تسوقها. اقطع بيسهم يمشون ثلاثه مع بعض. يمشون ثلاثه مع بعض سلامات. اي دحوم وسويت ماشيين جنب بعض فما قدرت لاني اشقه ما بيد حساب. انا جيت لقيت اثنين واشق فجاه اناظر تحت في واحد زياده. منين طلعت لنا الله يسلمك. كانوا كثير بس قلت اثنين. يا ساتر ابلوت طول فاذا دحوم جلست زياده. لا والله مشى. اوكي دور انجن دور انجن راح في دور انجن احمد بيه ربيتك بغينا نخسر يا هل ما حد يسوي لو تو ليش سنايبر ممكن نعرف من وين جاي من الكافيتيريا من الجاي من الممر حق ابرنجن من الممر سكيورتي من الاور انجن ورقيت فوق طيب سلوم دوش بروحه في ابرنجن شف هو كان تحت وطلع الفنت طلع الفنت اصبر طلع الفنت حق الابرنجن وراح المدبي ثم راح الكافيتيريا فاخر من كان له سنايبر تقريبا يا كافيتيريا يا مدبي انا شايف بالادمن ليش طيب انا ليش انا انا اقول لك اذا انت هذا مكانك الممر وانا طلعت من عندك يومك انت تدخل انا كنت في الادمن الاماكن بس الكافيتيريا ورحت المدخل صح لا 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 ما تحركت انا كنت في الادمن سويت كم مهمه ورحت شفت الادمن لقيت اللي تحت واحد نقص وراح على فوق راح على ابرنجن ليش سنايبر لانه الجثه على الممر سكيورتي اصلا طيب بس طيب ما في دليل طيب عشان بس مريت من هنا انا ما قلت شيء قلت سس بس يعني عليك شكوك يعني سنايبر ومين انا بسوي سكيب صراحه لاني ما شفت ومين بس اي هو سكيب لا احد صوت له بس انه يعني الانظار عليه ركز على سنايبر بالله قايل لكم مصطفى وسنايبر تذكروا كلامي شو اللي سنايبر حلوه دي سنايبر عاد واحد منهم ولا يا عيال يا عيال كيف تبون اذبحكم وانتم واقفين كذا اربعه كلكم معنا سنايبر معك عز ولا مصطفى انا في الكاميرات الحالي وحضرت الليجند يمين الحاله ايش قلت لكم في البدايه ايش قلت لكم في اول تصويت ما قلت لكم سنايبر انا 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 ذبحهم كلهم السلام عليكم شباب في جثتين نسيت حق قدامي عيال انا ما يدخل انا دخل عيال طفى النور يا عيال يا عيال اسمعوني انا ما دخل انا كنت مهدد سنايبر بس طفى النور ثواني انا مضيقه هو علي زق يا انا مشغل النور في سي ال انت عملت تقطع مضيقه انا سويت ريبورت لدحوم على كلام سنايبر السابق واكد لك انه دحوم طيب اصبر 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 ليش ما واحد دخل من الفنت طيب في شيء اسمه فنت سنايبر ما اعتبر شيء انه في شيء اسمه فنت ابد انا يقدر واحد يدخل بالفنت يطلع يمين انا مشكك في كلامك من قبل لدحوم معليش يعني طيب صار طيب انا قلت من قبل ذا الكلام قلت انه يمكن واحد طلع من الفنت طيب ماشي اول واحد انا عن نفسي اصوت لدحوم اذا تبون مره سوي سلام في بلاك علي لا اله الا الله يمه يا شباب فهمت فكره علي حوم زي ما قلت لكم والله اني قال لكم دحوم الله عليك يا مصطفى ربي اسطوره قال لكم يا كلاب بدايه الجيم قال لكم الله يرحمني نفسه رايرك يا ساتر كلهم يشوفوا مع بعض الله يقطع بيسهم ايش في تونا ما معه سوى زباله السلام عليكم شباب السلام اوكي طيب كان في يا شباب من هذا والله اسمعوا طيب يا عيال على السريع طلعوا الازرق على السريع ما انا بكلام تحت تحت وين فوق يمين او تحت يمين خلاص هو ترى بصوت عليهم خلاص قلت ثالث ام الحاله استغل طف الانوار سكر ابواب سويت كل شيء خلص ابو تاج يا عيال جبت العيد يا عيال